أهلا بحضراتكم مرة تانية. لأول مرة في مستشفيات الصعيد تم استئصال ورم باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بقسم الجراحة العامة في مستشفى سوهاج الجامعي. طبعا تم تشكيل لجنة طبية متخصصة في هذا النوع من الجراحات الدقيقة، نتج عنها طبعا نجاح هذه العملية الحمد لله واستقرار حالة المريض. عايزين نعرف تفاصيل أكتر، معانا على التليفون الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بسوهاج. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور يا فندم. ازي حضرتك؟ يا اهلا بيك. بخير الحمد لله. لو في البدايه حضرتك تطمنا على حاله المريض. الحاله الحمد لله هي الحاله مستقره، ودي كانت احد الحالات الحديثه جدا اللي اتعملت في مستشفى سوهاج الجامعيه. المريض كانت بتعاني حضرتك من ورم في الفك الايمن، وده كان ورم يعني حضرتك عميق. الجراحه حضرتك استمرت تقريبا 8 ساعات. الطباعة ثلاثية الأبعاد هي اللي بتحدد لنا حضرتك مدى امتداد هذا الورم وحدوده، لأن احنا حضرتك دايما لما بنستأصل الأورام، الأورام دي لابد اللي يكون لها حضرتك حد آمن تستأصل عنده علشان ما يرتدش مرة أخرى. فده بيساعدنا جدا حضرتك الطباعة ثلاثية الأبعاد دي إنها تحدد يعني مدى العمق اللي واصل له هذا الورم. اتشكل لجنة من الجراحين، الأستاذ منصور كمال الشرقاوي والدكتور أحمد جابر والدكتور أسامة عانت هما أساتذة جراحة وجه وفكين. استمر الفريق العمل مع أساتذة قسم التخدير والعناية المركزة، استمر العمل تقريبا 8 ساعات وأعيد الأمور على ما هي عليه. بعد ما بيصاص الورم بتعمل له حضرتك زي فلاب أو بتعمل له زي جزء صناعي علشان شكل الوجه لا ما يبقاش فيه نوع من التشوه. فالحمد لله الحالة استقرت جدا وامورها كويسه. احنا انا مرينا عليها امبارح كانت حالتها كويسه الحمد لله. الحمد لله. بس دكتور مجدي طبعا بعد التحيه، بس برضو يعني ممكن حد دلوقتي بيسمعنا يقول يعني ايه برضو، ايه علاقه استخدام تقنيه طباعه ثلاثيه الابعاد وتحديدا الطباعه بقسم الجراحه العامه؟ يعني لو حضرتك تشرح لنا. هي الطباعه مش بالمفهوم الطباعه الورق اللي احنا حضرتك بنشوفها. هو حضرتك ده واحنا شغالين حضرتك بيبقى فيه حاجات اجهزه زي اجهزه سي ار كده. الاجهزه دي حضرتك هي اللي بتعمل ثلاثي الابعاد، لان انت لو خدتي بعدين بس مش هتقدري تعرفي الورم ده واصل لحد فين، واخده بال حضرتك؟ فثلاثي الابعاد ده كانه مجسم، يعني ده دي طباعه مجسمه. الطباعه المجسمه بتديكي كل ابعاد الورم من كل الاتجاهات، لكن هو في التصوير العادي اي حد بياخد بعدين بس. البعد الثالث ده حضرتك هو اللي بيقول لك مدى قد ايه حضرتك الورم ده داخل في العمق قد ايه. لكن الطباعه دي طباعه مجشمه، يعني لما بناخد اجهزه السي ار او اجهزه الاشعه دايما بتدي بعدين، لكن لما باجي اطبع على البعد الثالث هو اللي يقول لي الورم ده انتهى عند فين بالظبط. لو بعدين بس مش هقدر اجيبها. وبعدين حضرتك فوق جزء الوجه والفكين ده ما هوش جزء استكشافي، مش زي البطن مثلا. استكشاف العظم يختلف تماما، لازم يبقى فيه بعد ثالث تقدر تشوف بيه. لكن لما بنستخدم على لما بنشتغل على سوفت تيشو او على انسجه رخوه ده بيبقى سهل جدا. لكن حضرتك في الوجه في الفك ده، الفك ده ممتد في كذا اتجاه، وبالتالي حضرتك لازم يبقى في بعد ثالث يقول لك الورم انتهى عند فين. طيب ده عظيم جدا. ده يخلينا نسال حضرتك، هل احنا دلوقتي عندنا رؤيه معينه لتعميم استخدام تقنيه الطباعه ثلاثيه الابعاد في كل بقى الجراحات والتدخلات الطبيه؟ طبعا دي حضرتك حاجه حديثه، دي تقنيه حديثه جدا. يعني احنا دايما في مستشفيات سوهاج الجامعيه بنبقى حريصين على استخدام كل التقنيات الحديثه اللي موجوده علشان نقدر نحقق احسن نتائج، بالذات في جراحات الاورام. لان هي المشكله كلها في جراحات الاورام هي ارتداد الاورام بعد استئصالها. يعني انت حضرتك بتستأصلها، لو الاستئصال غير كامل لا حتى. فالبعد الثالث اللي بتضيفه الطباعه ثلاثيه الابعاد هو اللي بيساعدنا في ده، هو اللي بيساعدنا على الاستئصال الكامل للاورام بالظبط كده. طيب يعني التقنيه دي برضه يا دكتور محتاجه اليه تدريب معينه، لو حضرتك تكلمنا عن اليه تدريب الاطباء في المستشفيات الجامعيه بسوهاج لانها تقدر تواكب احدث التطورات الطبيه وتدخل التكنولوجي. هقول لحضرتك، اولا حضرتك احنا معظم تقريبا اكثر من 50% من الاطباء واعضاء التدريس في كليه الطب في الاقسام الاكلينيكيه تلقوا شهادات الدكتوراه بتاعتهم خارج مصر. ده اولا. ثانيا حضرتك حتى من هم داخل مصر بيبقى في نوع من التبادل العلمي بين والبروتوكولز بين الاجهزه العلميه المختلفه داخل الدوله. يعني مثلا بيبداوا يتدربوا في جامعات اخرى، في مراكز بحثيه اخرى. كل ده حضرتك بينصب في النهايه على تحسين الاداء وعلى زياده الخبرات. فاحنا بنقدر نستفيد من الناس حضرتك اللي هي اتدربت خارج مصر بترجع عشان تدرب زملائها،
ده اتجاه. الاتجاه الثاني هو تبادل الخبرات العلمية مع المراكز البحثية الأخرى داخل مصر. يعني احنا دلوقتي حضرتك مثلا هتلاقي ناس عندنا هتيجي تتدرب على ده داخل سوهاج، ناس عندنا من سوهاج هتبدأ تتدرب خارج في مراكز بحثية أخرى في الجامعات الأخرى. فده التبادل العلمي ده هو أساس المعرفة. طبعا. هو أساس المعرفة. طيب دكتور مجدي، احنا دايما بنتكلم عن تطوير المناهج في هذا المجال، هل تم تطوير المناهج اللي بيدرسها الطلبة وهم في كلية الطب قبل التخرج بقى، وزي ما حضرتك ذكرت انه في مناهج بيدرسوها مثلا من خلال منح او من خلال سفرهم للخارج؟ لا انا بتكلم على المنهج اللي بيدرسوه في كليات الطب. حضرتك فندم دايما المناهج بتخضع لرؤيه عامه، يعني ما يبقاش مثلا كليه طب سوهاج لها رؤيه عامه في المناهج. انا المناهج فاهم طبعا. تمام. فاحنا التدريس عندنا جزئين، جزء ما قبل اللي هو الجزء بتاع البكالوريوس، ثم الجزء الدراسات العليا. البكالوريوس ده حضرتك بيخضع لبروتوكولز ولوائح معينه بيمشي عليها الطالب، ولكن دايما بنبقى حريصين حتى في المحاضرات بتاعتنا ان احنا نشير الى ما هو حديث، الطالب بس يعرف المعلومه لكن مش همتحنوا فيها. بتبقى إشارة بس إن ده الحديث اللي معروف، ونبقى حتى لما بنتناقش معاه بنختبر بس مدى درايته بالمعلومة إيه ومعرفتها. لما بيبدأ يدخل في التخصص ويدخل داخل التخصص يبقى فيه تخصص دقيق. فالمسألة حضرتك مرتبة، يعني أنا مثلا حضرتك لما أجي أدخل الجراحة العامة، داخل الجراحة العامة ألاقي جراحة الوجه والفكين. فالوجه والفكين دي هتعتبر جزء تخصص دقيق داخل الجراحه العامه. فبيبدا كده يبقى في ناس بدات تدخل وداخل التخصص الدقيق هيلاقي حاجات تانية معلومات اكثر دقه. اللي في التخصص العام بيبقى عنده فكره، لكن اللي في التخصص الدقيق ده هو اللي بيؤديها. هي دكتور يعني مجال الطب بشكل عام من احد المجالات اللي دايما بيبقى العاملين بها طول الوقت لازم يكونوا في دراسة. الحقيقة ما ينفعش أبدا أنه الدراسة تقف أو يكتفي بالمعلومات أو بالدرجة العلمية اللي وصل ليها، طول الوقت لازم يكون بيدرس وبيشوف إيه الجديد وبيعرف تفاصيل أكتر، لأن كل يوم بيكون في جديد، خاصة في الأمراض والعمليات الجراحية والأدوية وما إلى ذلك. والحقيقة إحنا الدكاترة كمان والأطباء المصريين لا خلاف عليهم. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بسوهاج، شكرا جزيلا لحضرتك.